معنا من لفيف مفدنا إبراهيم حسناوي، ومن مدينة بوتشا الأوكرانية مفدنا عبد الرحيم الفارسي. عبد الرحيم، تمكنت من الدخول إلى بوتشا، كانت أيضا لك رحلة إلى بلدة تشيرنوبيل، حدثنا عن ما جرى. نعم، حاولنا الدخول او الوصول الى اقرب منطقه من المفاعل النووي الذي يوجد في منطقه تشيرنوبيل، لكن السلطات الاوكرانيه منعتنا من ذلك نتيجه لحاله الاستنفار التي لمسناها هناك، وايضا توجه عدد كبير من فرق ازاله الالغام وفرق تبدو انها خاصه ربما للقيام باعمال تنقيب او ازاله شوائب او غيرها من الامور المتعلقه بالاشعاعات النوويه. فمنطقة تشيرنوبيل تشهد الآن استنفارا بعدما تم تخفيف الحصار حولها حينما انسحبت القوات الروسية منها. بالعودة إلى مدينة بوتشا، أوجد في المكان الذي توجد فيه الحفرة التي قالت السلطات الأوكرانية إنها تضم جثث عدد من المدنيين الذين قتلوا أثناء وجود القوات الروسية هنا في بوتشا وانسحابها قبل 17 يوما، أي في 31 من الشهر الجاري حينما دخلت القوات الأوكرانية. لازلنا نرى مجموعة من الجثث المتناثرة في عين المكان، لا ندري بعد مرور على الأقل 17 يوما على العثور عليها. وهناك أيضا فرقة تابعة للدرك الوطني الفرنسي جاءت للقيام بالتحقيقات. هذه المدينة التي كانت في السابق عبارة عن خراب تشهد الآن عودة تدريجية للحياة، عودة لإصلاح الطرق والبنايات وغير ذلك من الأمور، عودة الحياة، ولكن ما زال الناس هنا مصدومين بفعل ما حصل لهم. وروايات كثيرة، الناس يلتقوننا في الطريق يعترضون سبيل الصحفيين لتقديم رواياتهم عما حصل لهم وعما يقولون إنها فظاعات ارتكبت خلال الفترة التي كانت القوات الروسية موجودة هنا. شكرا عبد الرحيم على هذا العرض. ننتقل إلى لفيف. لفيف أكثر هدوءا، أقل خرابا مما كنا نتابع في هذه الصور. إبراهيم، اجمل لنا مجمل التطورات الميدانية اليوم أيضا. بالفعل فضيلة، الفيف كانت هادئة لكن الليلة الماضية لم تكن كذلك بسبب سفارات الإنذار التي دوت كثيرا حتى هذا اليوم في الفيف وفي أغلب المدن الأوكرانية أو في كل المدن الأوكرانية دون استثناء ما عدا تلك التي ما زالت تسيطر عليها القوات الروسية. هذا سببه القصف الصاروخي الروسي الذي استهدف عدة مناطق الليلة الماضية كرد فعل على استهداف القوات الأوكرانية للسفينة الروسية في البحر الأسود، سفينة موسكفا، والتي غرقت عقب ذلك. التطورات العسكرية ما زالت تشهدها الجبهة الشرقية تحديدا في إقليم دونباس. هناك مواجهات عسكرية كثيفة جدا بين القوات الأوكرانية التي ما زالت تصد محاولات توسع القوات الروسية وإحكام سيطرتها على هذا الإقليم الذي يمتد أيضا إلى مدينة ماريوبول. ما زالت هناك حرب شوارع كبيرة جدا، تقول السلطات الأوكرانية بأن وحداتها العسكرية ما زالت تسيطر على بعض الأماكن في مدينة ماريوبول وأنها تحاول صد القوات الروسية، رغم تسليمها أو تأكيد بعض المصادر هنا في أوكرانيا بأن سيطرة القوات الروسية على مدينة ماريوبول بات تحصيل حاصل. ربما ستعلن خلال الساعات أو الأيام القادمة حسم المعركة لصالح القوات الروسية. عدة مناطق الليلة الماضية كانت كما قلت هدفا للصواريخ الروسية، خاركيف وكييف وأوديسا، وهنا في الغرب الأوكراني أيضا إيفانو فرانكيفسك ومناطق أخرى. الجانب الإنساني أيضا ما زال الأزمة الإنسانية تتصدر المشهد، خاصة في مدينة ماريوبول حيث ما زال المدنيون يحاولون الخروج من هذه المدينة عبر سياراتهم الخاصة كما أعلنت السلطات الأوكرانية صباح هذا اليوم. شكرا إبراهيم حسناوي من الفيف، وكان معنا أيضا مراسلنا في بوتشا عبد الرحيم الفارسي.